ايه؟ فيلم حلو حاجه. اعمل له مقدمه كده وجهاز ايه تتحدث مع مدير الامن ايه يا فندم. ما جيت لسعادتك، جيت لسعادتك انا وسيد ابو العيله واحمد السكري لما كنا موجودين في 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 التجمع الخامس في 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 كليه الشرطه في الاكاديميه، فاكر حضرتك الاجتماع والقيادات كلها كانت قاعده وقعدنا وسقفنا وقلنا عصر جديد وهنقف على رجلينا ونبني بلدنا، خذلتونا ليه يا فندم؟ خذلتونا ليه وما لناش وش؟ خلاص نبص في وشكم تاني. والمفاجاه بقى، المفاجاه يا هشام بيه، ان احنا هنمسك البلد بس هنطهرها، بس هنطهرها خلاص. ما للاسف كان في فرصه ان يكون للقيادات دي مكان بينا امبارح، للاسف مالكمش مكان بينا بكره. للاسف يا فندم مالكمش مكان بينا بكره. ماشي يا هشام بيه، ماشي يا هشام بيه، انا سعيد اني سمعت صوتك وكنت اتمنى ان احنا نكون بنتقابل في ظرف افضل من كده، بس معذره بقى للاسف يا فندم يعني خذلتونا ومضطرين نكمل لوحدنا. امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. امين يا فندم، امين يا فندم، امين يا فندم. انا صعبان عليا عشان خاطر يعني انا كنت توسمت. اصل هقول لك حاجه، اخر حاجه كنت اتخيلها ان اموت على ايدك، اموت على ايد حضرتك، ولا اموت على ايد اللواء منصور العسوي، ولا اللواء محمد العصار، ولا اللواء محمد حجازي، ولا اللواء مروان مصطفى. وانتوا كلكم كنتوا بتلمونا وبنجتمع وبنقعد وبنقول نبني بلدنا، وانتوا اللي ترموها، وانتوا برضو اللي ربطتوا علينا الغاز، وانتوا برضو اللي ضربتوا خرطوش بقى. هاي العيش والملح انتوا اللي خنتوها يا ريس، انتوا اللي خنتوها. احنا حافظنا عليه وكبرنا لكم بدل المره 10 مرات يا ريس. بقى يكلمونا نعمل هدنه ويضربونا بعد الهدنه 3 ساعات، يخلونا ننام تحت البطاطين ويخشوا يضربونا واحنا نايمين، ومفيش قياده في الداخليه، وانت جوه المطبخ وتعلم كل شيء، ومروان جوه المطبخ ويعلم كل شيء، ومنصور العسوي ان كان بشكل او باخر مش مسؤول فهو مسؤول لانه ما طلعش وقال انه مش مسؤول، وقيادات المجلس العسكري لما يطلعوا حضراتهم الافاضل يطلعوا يقولوا احنا ندمانين على اللي حصل. لا مش ندمانين، مش ندمانين يا فندم، لان محمود حجازي يا فندم بنفسه، اللي هو محمود حجازي بنفسه كلمني وبعديها باربع ساعات هو شخصيا برضه اللي بعت الرجاله وضربونا في الميدان بعد ما رجعنا الناس من شارع محمد محمود. يا فندم احنا اتخنا لما شبعنا، وكل ده عشان ايه؟ عشان عايزين نوقف بلدنا على رجليها. يا اخي حرام عليكم، حرام عليكم. معلش يا هشام بيه انا هضطر اقفل بعد سعادتك، بعد اذنك يا بيه. الله اكبر يا زرجان.